من خلقك؟ الله. لماذا خلقك؟ لعبادتي. كيف تعبد الله؟ بطاعتي وحده. ما دينك؟ الإسلام. ما هو أول واجب عليك؟ توحيد الله. ما أعظم أركان الإسلام؟ الشهادتان. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. ما معنى الله ربنا؟ خالقنا ورازقنا وحده. ما معنى الله إلهنا؟ كيف عرفت الله؟ بأسمائه وصفاته ومخلوقاته. ما هي مخلوقات الله؟ منها الشمس والقمر والأرض والسماء. ما هو أعظم ذنب؟ الشرك بالله تعالى. ما هو الشرك؟ هو عبادة غير الله تعالى. هل يستحق المخلوق العبادة؟ لا. من نبيك؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من هم الملائكة؟ ما معنى الإيمان بالكتب؟ التصديق بها. ما هو آخر الكتب؟ القرآن. ما هو القرآن؟ هو كلام الله. كيف نؤمن بالرسل؟ بالتصديق به. ماذا في القبر؟ نعيم أو عذاب. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هو الإيمان بيوم القيامة. كيف نؤمن بالقدر؟ بالرضا بقضاء الله. ما هو حق الصحابة؟ محبتهم والاقتداء بهم. ما هو حق حكامنا؟